الجدي متألم يا جماعة، واللي أنا حاساه من طاقة الكروت إن شريك الجدي يعني مش شخص ما عندوش عاطفي، مش شخص عاطفي، أوكي، شخص جدي، شخص عملي، هو كده، ما عندوش دلع، ما عندوش الحاجات دي. فالموضوع ده مؤثر على الجدي شوية، نفسه في نهاية ألم، متألم من الموضوع ده ونفسه الألم ده ينتهي، نفسه في طاقة جديدة. يعني تقريبا الموضوع ده خلص طاقته، مش حاسس بمشاعر، مش حاسس باهتمام، شيء من هذا القبيل. شايف شريكه ازاي؟ شايفه اما ان هو عنده سر، او ان هو شخص متدين جدا. كويس، الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر، واضح ان هو متدين فعلا، عايز يتدين اكتر، عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر. نفسه في ايه؟ شكله مستني فلوس او مكافأة، اقول اوكي، مستني فلوس من حد، مستني مكافأة ما. هو واضح ان هو فعلا تفكيره كله دين مادة، يعني اوكي، دي الحالة بتاعت شريك فعلا. بس هو شايفك ازاي بقى؟ شايفك عشرة طويلة قوي، حد قريب منه جدا ويعرفه من زمان، وما بيشوفش منك غير كل خير. الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا، هي طاقة جامدة. واضح ان الشريك شخص يعني مش مرن، مش شخص عاطفي، مش رومانسي، عملي اكتر، شخص عملي اكتر. طيب الفترة دي في شوية اضطرابات نفسية، على اضطرابات ذهنية، النوم مش حلو. بس في حاجة هتحصل، يعني الكارت ده للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز، ده اتمام زواج. الناس متجوزين، ده حمل، اوكي، اللي ده ولا ده، ويعني عندهم ولاد وخلاص مش هيجيبوا ولاد تاني، فلا في ارتباط قوي. انتوا حبكم يمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجد بيتمناه، او المعامله اللي هو كان نفسه يتعاملها، لكن حبكم غير مشروط، يعني مش لازم يعمل لي كذا عشان احبه، فاهمين قصدي؟ ايا كان شكلك، ايا كان طبعك، فشريكك بيحبك، فده حب غير مشروط، حاجه حلوه جدا. بس انا عايزه الجدي او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه، هذا البورص ده او الكائن السحليه الصغيره دي، ده شخص قريب منك وبينصحك نصائح هدامه هدامه، واحنا عارفين طبعا النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي. هو بيعاملك كده ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ هو ليه مش بيعمل لك كذا؟ هي ازاي ما بتعملكش كده؟ الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده. فانتبهوا للشخص اللي جنبكم ده، اللي عامل ايه؟ عمال يزن في ودانكم. طيب طيب هلخص القرايه. الجدي نفسه في نهايه الم، حاسس ان هو متالم، عايز طاقه جديده لان طاقته خلصانه. شايف شريكه اما ان هو عنده اسرار، او ان هو شخص متدين جدا. شريكك عايز يتدين اكتر وعايز يقوم بعبادات اكتر، ومستني مكافاه، عايز مكافاه او فلوس مستنيها من شخص كبير. شايفك شخص مألوف جدا بالنسبه له، وعشره وما بتقدملوش غير كل خير. الطاقه ما بينكم فيها صلابه فعلا، طاقه صلبه. في شوية اضطرابات الفترة دي، بس ان شاء الله في حاجة حلوة قوي والدنيا هتلين الفترة اللي جاية. بس عايزاكم تنتبهوا انه في ناس ما بتصدق تشوفكم كويسين، فيبتدوا يزنوا في دماغكم تاني. يعني بلاش تقولوا اتصالحتوا، الدنيا مشيت كويس، ما تقولوش، يعني بلاش، مش هتستفيدوا حاجة يعني. طيب دي قراءة المجموعة الثالثة والأخيرة، الحالة العاطفية. ابص كده على كاميراتك، انا جامده قوي في مشاعري. ايوه كده يا سفيناز، ايوه كده. ده حتى طلع لكم الكارت بيقول لكم ولا يفرق معاكم، انتوا عندكم طاقه قوه قويه جدا الشهر ده، اللي يجي بقى، فاهم اللي هو يا اهلا بالمعارك يعني، ولا يفرق معاكم. طيب صحيح، ميرسي يا وليم، صح يا روي، ميرسي يا سفيناز. صباح الفل يا حليمة، صح جدا بشكرك، هب هب، صح جدا بشكرك يا موكا.
بشكرك يا محمد قوي. الأسد اتقال يا كنوز موجود في الصفحة. لا بصي يا سفينة، انت يا حبيبتي هتبقي حامل مش هو. انت يا روحي مش هو. برج الحوت، اهلا بيكي حليمة، منوراني من الجزائر. الحوت موجود في الصفحة، صح جدا. كنتي بشكرك يا شيماء حبيبتي، بنسي قوي. الأسد موجود في الصفحة يا منال. طيب دلوقتي ميعاد القراءة المجانية اللي كسبت معانا اللايف اللي فات، وهنشوف مين هيكسب النهاردة. طيب البنوتة سين ألف، تاريخ ميلادها 29/1/89. يا صغنن انت يا صغنن. طيب حلو جدا. اوكي الدلو، برجها الدلو، ماشي. ميرسي على تعليقاتكم الحلوه يا جماعه بالنسبه للقرايه، واسفه للناس ان انا خوفتها، اسفه يعني شككتوني في نفسي، وابتديت اقول لا مش هقول الحاجات السلبيه، بس يعني مش منطقي، مش منطقي ان انا اعمل قراءه واقعد اقول لكم كل حاجه هتبقى كويسه، كل حاجه هتبقى تمام، وما ناخدش حذرنا من حاجه جايه، والله اعلم، وكذب المنجمون ولو صدقوا، وكل اللي انا بقوله ده هري، ماشي؟ بس عشان الناس اللي بتتحمق من الموضوع ده. انا بموت في اللون الاسود يا محمد، بس بحب البنفسجي اكتر، لوني المفضل البنفسجي، بس للاسف ما بيليقش عليا. طيب ناخد القراءه الخاصه المجانيه اللي كسبت معانا، هنقرا جنرال وبعدها هنبتدي نقول نسحب كارت واحد للاسئله اللي انتوا عايزينها، تمام؟ اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، كله صح. ميرسي يا فرح قوي حبيبتي، بشكرك بشكرك بشكرك. اها ده ولازم يطلع له الكارت ده، لازم لازما ولابد. طيب ممكن احمد هي معانا في اللايف؟ ميرسي يا مرمر. لو هي معانا في اللايف معلش يعني مش عارفة، انا هقرا وخلاص، انا هقرا وخلاص. طيب في هنا خير جاي، جاي لك يا سين الف، حاجة اشتغلتي عليها قبل كده، خير عملتيه في حد زمان بيرجع لك دلوقتي، حاجة ان شاء الله خير جاي لك وجاي لك بسرعة شديدة جدا. في كمان رزق وفلوس جاي لك من حيث لا تحتسبي، ومش شرط تكون الرزق فلوس، ممكن يكون رزق حاجات تانية، ممكن يكون سعادة رضا حب حاجة، رزق ربنا هيبعت لك هدية، في هدية جاية لك. مبلغ مالي محيرك مش عارفة تعملي فيه ايه، ابيعه اصرفه استنى، من فضلك استني، ما بلاش تصرفي في حاجة غير لما تكوني فعلا محتاجاها، لان انا مش شايفة تطور في الحالة المادية، انا شايفة مبلغ مالي يمكن يكون جاي لك بس ما فيش تطور في الحالة المادية، فيا ريت يعني لو تقدري تحوشي حوشي. كينج اوف سوردز الدلو طبعا كعادته هو القائد، قيادة، قائد، مسيطر، هو بيبقى شايف نفسه دايما هو الصح، اصح حد واصح تفكير واصح كل حاجة. انا مش مع الموضوع ده تماما، بليز برضو نسمع للناس اللي حوالينا، بلاش الثقة في الزيادة في النفس لان عواقبها مش كويس. في هنا هاي بريستس، زي ما قلنا الكارت ده اما ان هو في سر هيتعرف عنك، او انت هتعرفي سر عن حد، في كلتا الحالات السر ده الله اعلم الموضوع ده زاد ليه الفتره دي، في علاقه ثلاثيه برضو، في حد في عنده اتنين. في طبعا هنا جرح شديد شديد، زعل، ألم شديد جدا جدا جدا، بس ازاي التحول ده؟ انا شايفة بعدها خطوبة، خطوبة هيحصل، خطوبة وهيحصل زواج،
ازاي ما تسألينيش يعني. بصي انتي نطيتي منين لمنين، يعني هنا قلب مجروح، بعدها على طول خطوبة وزواج. يعني يا رب ما يكون اللي في بالي وبتحاولي تنتقمي وبتاخدي اي حد وخلاص. يعني لو حابة نتكلم ابعتيلي على الصفحة ونتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه. غريب جدا اللي حصل ده، يعني انا مش فاهماه. عموما في خير ان شاء الله جاي، زي ما قلت لك في رزق ربنا بعته لك من حيث لا تحتسبي باذن الله. في مبلغ مالي انت محتاره تعملي فيه ايه، ونصيحه نصيحتي ليكي احتفظي بيه. اي كارت بيطلع للدلو هو ده، كينج اوف سوردز، كينج اوف سوردز، قائد، ده قاعد على العرش وهو اللي بيحكم، بيحكم ويطاع وعنده قياده جامده جدا، ما ينفعش ينقاد. زي ما قلنا ده سر بيتعرف، سر بيتعرف، هتكتشفي حاجة، في حاجة هتتكشف عندك الله أعلم. بس إن شاء الله إن شاء الله خير. أنا شايفة في النهاية بعد السر ده يمكن هتكتشفي علاقة ثلاثية، جرح هتجرحي طبعا، بس أنا شايفة بعدها خطوبة وبعدها زواج. الله أعلم. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. طيب احنا خلصنا كده حتى القراءة الخاصة، تعالوا بقى نسحب كارت واحد للأسئلة بتاعتكم حبايبي. اللي عنده سؤال يخص برج الجدي أو أي برج تاني يتفضل. معاكي قراءة جناية. نيفين عملتي شير؟ بجد غير مجاملة انتي أول دخلتي يا حبيبتي، يا حبيبتي انتي. طب عملتي شير؟ لو عملتي شير كتير إن شاء الله، إن شاء الله نختارك. القوس اتقال يا رب سلام، موجود في الصفحة. الجوزاء قريب جدا. ماله برج جد الجدي يا أميرة؟ أنا عمالة أقول الجدي من الصبح حبيبتي، خلصت الجدي. لو فاتك حبيبتي مفيش مشكلة، شوفيه مسجل على الصفحة. العقرب قريب قوي، حاضر. ولا بالأحلام، حاضر. ايه موسى عليكي دي خمسة يعني، ميرسي يا ليلى، تسلميلي يا روحي. القوس فيه ارتباط رسمي ولا لا؟ حاضر يا هدايات نشوف. يس، اساس للشيء ان شاء الله فيه ارتباط رسمي. غيره سهام ابعتي لي على الصفحه حبيبتي وهرد عليكي. حاضر ان شاء الله. انتوا هتلاحظوا انه فيه برضو تحسن في الرد على الرسائل ان شاء الله. ده انا الصراحه لوحدي انا وولاء مستحيل كنا نقدر نغطي هذا العدد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. انتي عملت شير في تمارين ليه بس؟ حضرتك كميه حرام عليكي دي. طب قولي لي ايه سؤالك يا ايماني، قولي لي حبيبتي. تعالي ميرسي يا روح قلبي على الشير، بس يعني مش انا مش هديك تعذبي كده، مش شرب 80 شير، تسلمي لي يا روحي. شفتي يا انا كده انا كنت خايفه منه اللي هتقولوا بتقولوا بيه ده. طب انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ والله عملت تصويت وجدي هو اللي كسب. انا كنت عايزه اقرا العقرب والله، انا ما كنتش عايزه زي في الاخر كده، بس بفكر نقول عقرب بكره. وال اسمه ايه، وال اسمه ايه ده، العذراء بعدين، مش هخليه اخر بكره، مش هسمح، مش هسمح بده يا بيبي. طيب في اي اسئله؟ انا وجوزي، انا وجوزي احنا الاثنين ليه يا ايماني؟ ماله جوزي؟ طب الموضوع الراجل قاعد في حاله. العافيه روين، روان العافيه، روح قلبي. برنسس محمد محمود، ايه الاسامي دي يا جماعه؟ صعبه قوي. انا الحوت حبيبتي، الحوت موجود في الصفحه. الجدي من كام لكام؟ الجدي حبيبي من 21 ديسمبر لحد 20 يناير. يلا فقرة الأسئلة بسرعة، قدامي 5 دقايق كمان. عربي حالة عاطفية بعد إذنك يا نيرو. طب ما دي بتبقى في قراية العقرب يا داليا، هنقوله بشكل مفصل وهنقول كل حاجة. خلاص بعد بكرة العقرب، خلاص يعني ده قرار جمهوري، العقرب بعد بكرة خلاص. هل هنرجع لبعض؟ ماشي تعالي نشوف. انا شايفة سعادة، انا شايفة رضا،
رجوع بقى او مش رجوع، فانا شايفه رضا. فلو كان الرجوع يرضيك، لو كان كده يرضيك، فان شاء الله في رجوع ان شاء الله. في ارتباط بين انثى الجدي ورجل الدل. بصي يا حبيبي، انا شايفه يعني هو هيحصل في الاخر في خبر حلو، بس في هروب في الاول، في حد بيهرب، يعني في طرف منهم بيهرب. يلا ايه سؤال تاني؟ طيب نشد كارت الصحة في الجدي لأن ما ظهرلوش أي حاجة تدل على الحالة الصحية بتاعته. أوكي، اديله يعني الفترة دي ولا على وضعه؟ حاضر يا هبة. كان ايه السؤال الأولاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت. كان ايه السؤال الأولاني؟ طب أنا هسيب كارته هنا على جنب. اه الصحة، افتكرت. الصحة إن شاء الله حلوة جدا 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 ما شاء الله. الدلو هتحصل له مشاكل ولا هيبقى على حاله؟ وفي مشاكل ولا لأ يعني للدلو؟ نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه دير جاد، في مشاكل ومشاكل مأثرة على نومه وحياته وحالته بالبلد، بس إن شاء الله مفيش حاجة بتدوم. سوري سوري، أنا بخاف أوي من مرحلة الكارت الواحد دي، بخاف بقى حقيقي بخاف. اوكي، اي اسئله تانية؟ الحاله الماديه، طيب نقول الميزان. الحاله الماديه للميزان، هو خايف من الحاله الماديه، مش شايفه فيها تطور حبيبتي. انا شايفه مخاوف، خايف الحاله الماديه مقرقاه. معلش، ان شاء الله ان شاء الله هتظبط. بشكرك يا منى حبيبة قلبي اللي متابعاني على طول، ميرسي. الدلو هتخلص من شكله ولا ايه؟ هو واضح فعلا الدلو في مشاكل. ليه يا حليمة؟ ليه بس بتقولي حرام عليكي؟ ليه بس يا ماما؟ الدلو هتخلص من شكله وهتدور عجلة الحظ، ويل اوف فورتشن. ان شاء الله مشاكله هتتحل بإذن الله. ادوني ايه أسئلة تاني؟ طيب يا داليا، دي هنقولها في يوم العقرب بعد بكره حبيبتي. بليز لو انت مش متابعه الصفحه اعملي متابعه عشان تشوفيه. طيب بصوا يا جماعه، بالنسبه لموضوع القراءه المجانيه ده، احنا بنختار يعني ممكن يكون اكتر من حد عمل نفس الاماونت من الشير، فهي فيها حظ شويه. معلش يعني حد ما كسبش المره دي باذن الله هيكسب المره اللي جايه.